الراجل ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتشرف بحضرتك. أنا اسمي عماد. طيب احنا، انا اسمي عبد الله، أهلا وسهلا بصراحة. عاملين قناة على اليوتيوب اسمها المعرفة البسيطة، بنتكلم فيها عن الشخصيات المصرية المشهورة واللي عملوا علامات بارزة. هنسأل حضرتك سؤال، تعرف حضرتك مين اللي بنى مصر الجديدة؟ أكيد طبعا، البارون إمبان اللي هو ده قصر البارون، حاجة مشهورة جدا في مصر الجديدة. تعرف حضرتك مين اللي بنى مجمع التحرير؟ تقريبا المهندس كمال إسماعيل، محمد كمال اسماعيل. طيب تعرف مين اللي بنى برج القاهره؟ لا ده موضوع برج القاهره ده كان موضوع كبير وكان فيه اختلافات انا قبل مصر، فانا صراحه مش متذكر بالظبط. طيب تخش على قناه المعرفه البسيطه وتعرف مين اللي بنى برج القاهره، ممكن ولا مش ممكن؟ طبعا ممكن. طيب تشرفنا بحضرتك جدا. يوم الخميس الجاي الساعه 7 ان شاء الله هتلاقي الفيديو نزل. المعرفه البسيطه. المعرفه البسيطه. ماشي فهمت. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تعرف مين اللي بنى برج القاهره؟ طيب تعرف مين اللي بنى مجمع التحرير؟ طب انا هقول لك على سؤال مشهور قوي، اللي بنى مصر الجديده مين؟ محمد علي؟ لا مش محمد علي. المفروض ان انت طبعا طالما انت مش عارف الاسئله دي نقول لك هتخش على قناه اليوتيوب وتكتب المعرفه البسيطه. الحلقه دي هتتذاع يوم الخميس الجاي الساعه 7. تمام؟ ماشي شكرا. السلام عليكم. انا اسمي عبد الله، مقدم برنامج اسمه المعرفه البسيطه، بنقدم فيه برنامج عن الشخصيات المشهوره في مصر. هنسال حضرتك سؤال بس، اسم حضرتك ايه الاول؟ محمود. ما تعرفش مين اللي بنى برج القاهره؟ طب تعرف مين اللي بنى مصر الجديده؟ طب بقول لك ايه، استاذن حضرتك تخش على اليوتيوب تبحث عن كلمه المعرفه البسيطه، كل الاجابات دي هتلاقيها في القناه دي يوم الخميس الساعه 7. ماشي؟ ماشي. السلام عليكم. اسال حضرتك 3 اسئله، لو حضرتك جاوبت عليهم يبقى كتر خيرك، ما جاوبتش عليهم يبقى لازم تتفرج على القناه بتاعتنا اللي هي بتقدم محتوى هادف وبتقدم عن شخصيات مشهوره في مصر. تعرف مين حضرتك مين اللي بنى برج القاهره؟ انت كده بقى جت حصر بصراحه. تعرفش؟ طب تعرف مين اللي بنى مصر الجديده؟ لا برضه. طب تعرف مين اللي بنى مجمع التحرير؟ برضه لا. طيب استاذن حضرتك تبحث عننا في اليوتيوب، قناه اليوتيوب المعرفه البسيطه. المعرفه البسيطه. والاجابه على كل الاسئله دي هتلاقيها في القناه ان شاء الله يوم الخميس الجاي. يوم الخميس الساعه 7. خلاص ماشي. ماشي. شكرا. شكرا جزيلا. سلام. اسم حضرتك؟ دكتور زكريا. طيب ممكن نسال حضرتك 3 اسئله، تعرف مين اللي بنى برج القاهره؟ تعرف مين اللي بنى مصر الجديده؟ لا برضه. طب تعرف مين اللي بنى دار القضاء العالي؟ برضه لا. طيب استاذن حضرتك تتفرج علينا قناه المعرفه البسيطه، المعرفه البسيطه على اليوتيوب. تمام. هتلاقي كل الاجوبه على الاسئله دي. مفيش مشكله. اتشرفنا. يوم الخميس الساعه 7. مفيش مشكله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. هنسال حضرتك شويه اسئله، عندنا قناه اسمها المعرفه البسيطه، ممكن اسال حضرتك 3 اسئله. الاول، تعرف مين اللي بنى برج القاهره؟ لا. تعرف مين اللي بنى مصر الجديده؟ بنى مصر الجديده؟ لا برضه. طب تعرف مين اللي بنى مجمع التحرير؟ لا. طيب احنا قناتنا بتعرض الشخصيات اللي هي ما كانتش مشهوره وكانت اعمالها موجوده على الساحه، اسمها المعرفه البسيطه، بتنزل كل يوم خميس الساعه 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مش هنتكلم عن علماء ولا على أدباء ولا على مخترعين، النهاردة هنتكلم عن ناس بسطاء أتقنوا في عملهم وأصبح ليهم علامات بارزة في مصر والوطن العربي. نعوم شبيب أول مهندس مصري يبني ناطحات سحاب في مصر والوطن العربي. نعوم شبيب مهندس مصري من أصول لبنانية. نعوم شبيب ولد في نوفمبر سنة 1915. حصل نعوم شبيب على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية مع مرتبة الشرف سنة 1937، وحصل على درجة الماجستير
في الهندسة وميكانيكا التربة سنة 1954 وماجستير في هندسة الإنشاء سنة 1956. أنشأ شركته وكانت تحمل اسمه سنة 1940. اشتهر نعوم شبيب بأبو العمارة الحديثة، حيث أنه كانت عنده الجرأة في أن هو يبني مباني شاهقة، وقتها كانت أقصى عمارة 12 دور. نعوم شبيب كانت عنده الجرأة أنه يبني عمارة تتكون من 30 طابق. تم بناء عمارة ثابت ثابت والشهيرة بعمارة بلومونت سنة 1958 وعمارة الراديو سنة 1954. أثارت الشكوك حول المهندس نعوم شبيب ببنائه العمارات الشاهقة. رجال الدفاع المدني ساعتها تحدثوا في الصحف وقالوا ان هم ما عندهمش المعدات الكافية ان هم ينقذوا الادوار العالية من الكوارث زي الحرائق والزلازل، كما حذر بعض المهندسين المعماريين المواطنين بعدم سكنهم هذه الأبنية الشاهقة خوفا عليهم من الزلازل والحرائق. زي ما قلنا ان الدفاع المدني ساعتها قال في الصحف ان هذه ما عندهمش المعدات الكافية ان هم ينقذوا الادوار الشاهقة. نعوم شبيب بعد ما اثبت جدارته في بناء الابراج الشاهقة واسكت الشكوك اللي كانت بتثار حوالين منه في بناء هذه الابراج الشاهقة، تم اختياره من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ان هو يبني برج القاهرة. نعوم شبيب لا تزال إلى الآن ونحن في القرن العشرين هذه الأبنية موجودة. نعوم شبيب بعد ما تم اختياره في بناء برج القاهرة واللي أنشأها سنة 1961. برج القاهرة تم بناؤه عن طريق مشكلة سياسية، وهو إن أمريكا بعتت مبلغ وحوالي 3 مليون دولار للرئيس الراحل جمال عبد الناصر علشان خاطر يتوقف عن دعمه للثورة الجزائرية. ساعتها جمال عبد الناصر بعدما أخذ المبلغ رد عليهم في إن هو يبني برج القاهرة، وازداد إصرار إن هو يكمل دعمه للثورة الجزائرية. نعوم شبيب له علامات بارزة أخرى، حيث قام ببناء مبنى جريدة الأهرام ومبنى كنيسة سانت تريز ببورسعيد وسينما علي بابا بوسط القاهرة. نعوم شبيب كان عنده ابتكار في إن هو يمنع صدى الصوت في الصالات المغطاة الكبيرة زي الكنائس وقاعات السينما. نعوم شبيب يهودي مصري الجنسية وكان من أصول لبنانية. تم هجرته من مصر سنة 1971 وتوفي في كندا سنة 1985. لو انت وصلت للدقيقة ديت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتفرج علينا في الحلقات اللي فاتت وتنتظرنا في الحلقات اللي جاية. دعم يا جماعة، نتعب والله يا شباب، والله دعم يا جماعة ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.